السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا ودرس جديد من دروس الربح من الإنترنت. معكم يوسف أحمد من قناة اتعلم دوت نت. النهاردة هنتكلم عن ترويج روابط الأفلييت الخاصة بيك وزيادة الترافيك عليها، وبرضه تقدر تزود الترافيك على موقعك واللي بيحتوي على صفحات هبوط خاصة بعروض CPA اللي انت عايز تروج ليها. تابع الفيديو ده لآخر دقيقة وطبق معايا خطوة بخطوة علشان تقدر تزود معدل أرباحك. بس قبل ما نبدأ ياريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو ده، وكمان تعمل مشاركة بين أصدقائك علشان الكل يستفيد. ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي، وكمان فعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهات الربح من الإنترنت بمجرد رفعها على القناة. ولو ليك أي استفسار عن أي حاجة أنت عايزها سيب استفسارك في كومنت أسفل الفيديو، وطبعا بنكون في انتظار آرائكم وكمان الموضوعات اللي عايزيننا نشرحها ليكم هنا على القناة. يلا نبدأ درس النهاردة. النهاردة هنستخدم موقع بيتيح ليك ترافيك مجاني وتقدر تنشر عليه بوستات، وعلى البوستات دي روابط الأفلييت بتاعتك، واللي بمجرد ما الزائر بيضغط على البوستات دي بيروح على العرض بتاعك او السلعة اللي انت بتروج ليها او اي حاجة انت بتسوق ليها. والموقع ده هو موقع وي هارت ات، واللي هتلاقي الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، واللي بمجرد ما تضغط عليه هيدخل بينا على الصفحة دي، ودي صفحة موقع وي هارت ات واللي هنسجل عن طريق الصفحة دي. دلوقتي عايزين نسجل في الموقع علشان نقدر نستخدمه في ترويج عروض الافلييت بتاعتنا او روابط وعروض السي بي اي. كل اللي هنعمله هنروح على ايقونة جوين، ومجرد ما نقف عليها كده بيديك عدة اختيارات للتسجيل في الموقع، وهي باستخدام الفيسبوك، تويتر، يوزنج جوجل، او يوزنج ايميل او بريد الكتروني تاني انت عايز تسجل بيه. وليكن انا هاخد الاختيار الاخير يوزنج ايميل واضغط عليه، بيرجع برضو يديلك الاختيارات دي تاني، وليكن انا هكمل على اختيار البريد الالكتروني، وليكن انا هسجل بالبريد الالكتروني بتاعي ده، فهسجل البريد الالكتروني زي ما انتم شايفين واضغط على نيكست. هنا بيقول لك اختار اليوزر نيم بتاعك، فانا هختار اليوزر نيم فاشونيستا عشان انا هستغل موقع ادميتاد واروج لعروض الملابس والموضة هنا. بعد كده بيطلب مني الباسورد اللي انت عايز تسجله هنا، واعمل لصق للباسورد هنا، وبعد كده بضغط على انا لست روبوت. خلاص كده هضغط على كرييت اكونت، بقول لك هنا اختار اهتماماتك اللي انت عايزها، بتختار اربع اهتمامات هنا، اختار كل اللي انت عايزه. انا اختار مثلا ارت وبيوتي وبيونسي و اي حاجة انت عايز تختارها. بعد كده بضغط على فايند كوليكشن، واضغط على اي ام دون. خلاص كده احنا سجلنا في موقع وي هارت ات ونقدر نستخدمه في ترويج عروض الافلييت بتاعتنا او روابط الافلييت بتاعتنا. طب واحد يسألني ليه احنا بنختار موقع وي هارت ات عشان نروج عليه؟ الموقع ده عليه تقريبا 13 مليون زائر، انت متخيل الرقم 13 مليون زائر؟ فكل ما هتكون اكتف على الموقع ده وتحط بوستات كتير فهيبقى فيه تفاعل بالتأكيد على البوستات بتاعتك، ويبدأ زيادة ترويج عروضك وروابط الافلييت بتاعتك عن طريق الناس الزوار على الموقع ده. يعني الموقع ده شبيه كده موقع سوشيال ميديا زي انستجرام او اي موقع سوشيال ميديا، بتضغط عليه بترفع عليه صور او بوستات وبيبدأ التفاعل عليها، وعلى حسب انت حاطط رابط ايه او رابط افلييت ايه، بمجرد ما تضغط عليه او الزائر يضغط عليه بيروح على العرض بتاعك او رابط الافلييت بتاعك. فلو اشترى انت بتحقق ربح، ولو كمل العرض انت برضو بتحقق ربح.
بس قبل ما نشتغل موقع لازم تعمل اعدادات حسابك على الموقع ده، ويكون اعدادات مظبوطة جدا عشان تقدر تربح عن طريق الموقع ده. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي هتعمله هنروح على ايقونة الحساب بتاعك وتروح للاعدادات، وهي سيتنج. هتضغط على سيتنج بيفتح لك الصفحة دي واللي فيها الاعدادات المهمة اللي بتساعدك في زيادة التفاعل على البوستات بتاعتك وزيادة معدل ارباحك. على اليمين هنا بتلاقي ايقونتين، فيسبوك وتويتر، ودول ايقونتين خاص بربط حسابك في وي هارت ات على فيسبوك وتويتر. وممكن يكون في هنا ايقونة تالتة اللي هي ايقونة خاصة بموقع تمبلر، واللي هنشرحها ان شاء الله الفيديو الجاي. المهم انت بتربط حسابك على وي هارت بالثلاث مواقع فيسبوك وتويتر وتمبلر، عشان بمجرد ما تعمل نشر لاي بوست هنا على موقع وي هارت ات بيتم نشره مباشرة على الثلاث مواقع دول. يبقى انت كده روجت على موقع وي هارت ات، وفي نفس الوقت اتروج لك نفس البوست بنفس الروابط اللي انت بتنشرها، بتروح على تويتر، بتروح على تمبلر، وبكده يبقى معدل ارباحك هتزيد ان شاء الله للثلاث اضعاف، لانك انت مش بتنشر في موقع واحد، انت بتنشر دلوقتي في اربع مواقع. بمجرد ما بتعمل بوست واحد بيتم نشره في الاربع مواقع. الموضوع سهل، وان انت تعمل ربط بين المواقع دي تضغط هنا مثلا على ايقونة الفيسبوك، هيطلب منك ان انت تتابع بحسابك على الفيسبوك. فلو انا ضغطت على متابعة باسم ندى، طبعا ده حساب تجريبي يا جماعة، هضغط عليه، خلاص كده انا تم ربط حسابي على الفيسبوك. وطبعا لو ضغطت على تويتر هكذا هيتم ربط حسابك بحسابك على تويتر. نروح بقى لباقي الاعدادات، وهنا طبعا بيبقى الاسم بتختاره على حسب النيتش اللي انت هتروج ليه، او حسب العروض اللي انت بتروج ليها. وهنا البريد الالكتروني والبايو هنا اللي بنحط فيها الحالة او الهاشتاجات النشطة اللي خاصة بالعرض اللي انت بتروج ليه او الافلييت اللي انت بتروج ليه. طيب اجيب الهاشتاجات دي منين؟ واروح على صفحة جديدة في موقع وي هارت ات وابحث على كلوزس مثلا واضغط سيرش، بيجيب لي كل البوستات الخاصة بالكلوز واللي عليها تفاعل كبير جدا، زي هنا مثلا 50,000 لايك على البوست ده، فبضغط عليه بيفتح لي الصورة اللي عليها دي. وهنا كاتب مثلا هنا التاج دويز اللي هو الفاشن والشوز وسويت والكلام ده. بعد كده بنزل لأيقونة مهمة جدا، وهي أيقونة اللينك. أيقونة اللينك دي أنت بتحط فيها الويب سايت بتاعك، أو رابط صفحة الهبوط، أو رابط العرض الخاص بيك، أو رابط عرض الأفلييت، أي حاجة هنا أنت بتروج ليها بتحط الرابط بتاعها هنا. وليكن مثلا أنا هشتغل على موقع أدميتاد وعلى موقع فلوري داي، فبروح أنا على أي عرض أنا عايز أروج ليه، وليكن أنا هروج للجاكيت ده، فبضغط عليه بيفتح لي العرض اللي انت هتروج ليه. واروح على اداة موقع ادميتاد اللي بتجيب لي الديب لينك بتاعها، طبعا هتلاقي رابط الاداة ديت موجودة في صندوق الوصف برضو للي ما سبقش ان هو شاف الشرح بتاعها. المهم باخد كوبي من لينك او الديب لينك بتاع الموقع ده، واروح بيه على موقع وي هارت ات واعمل لاصق هنا، يبقى هو ده رابط الموقع اللي انا بروج ليه. وبعد كده بضغط على سيف تشينجز، خلاص كده انا ضفت الرابط اللي انا هروج ليه هنا. في برضو بقية اعدادات تانية اللي هي البيكتشرز، ان انا ممكن اغير الصورة بتاعت الحساب بتاعي، وليكن انا هاخد الصورة دي الخاصة بالفاشونيستا واضغط على سيف، عشان يبقى الحساب بتاعي مهتم بالفاشون بس. خلاص كده انا عملت الاعدادات الخاصة بحسابي على الموقع عشان تساعدني في جذب الزوار وزيادة الضغطات على البوستات بتاعتي. جه الوقت دلوقتي ان انا ارفع بوست وفيه رابط الافلييت بتاعي. كل اللي بتعمله انت بتضغط على نيو بوست،
وزي ما احنا شايفين بيتيح ليك 3 اختيارات لرفع البوست بتاعك، بيبقى يا اما صورة او ارتكل او شكل مدونة او موضوع، او ممكن تضيف رابط URL. وهنا اختار مثلا اد فروم URL، هضيف رابط الافلييت بتاعي فاضغط عليها. هنا بيقول لك ادخل الرابط الافلييت بتاعي واضغط على فايند ايميج. زي ما انت شايف هنا بيجيب لك كل الصور المتاحة اللي انت عايز تروج ليها، وليكن انا اختار العرض ده. هنا جاب لي العنوان مباشرة الخاص بالعرض بتاعي، وهنا حاجة اسمها التاجز او الكلمات الدلالية او المفتاحية، وهنا جايب لك امثلة فاشن دريس ران واي، فانا ما ليكن هجيب الكلمات الدلالية بتاعتي اللي هي فاشن سويت شوز الكلام ده، واعمل لها لصق هنا. وهنا الكوليكشن انت اختار اي حاجة، مثلا اختار ماي ستايل، ده هنختاره اي حاجة دلوقتي ونعيد اختياره تاني من جوه البوست عشان يبقى مختص اكتر. بعد ما اخلص الاعداد دي بضغط على بوست، زي ما انت شايف تم نشر البوست بتاعي اوتوماتيكيا على الموقع بتاعي زي ما احنا شايفين. اروح بقى اشوف البوست برضو، اروح على ماي بوست هنا من الاعدادات من ايقونة الحساب بتاعي، واروح على ماي بوست. زي ما انت شايف مجرد ما اضغط على ماي بوست بينزل لي هنا بيجيب لي العرض بتاعي اللي انا بروج ليه. زي ما انت شايف مجرد ما بضغط على الصورة هنا جاب لي رابط الموقع اللي انا بروج ليه، ومجرد ما بضغط عليه هنا بيوديني للعرض اللي انت بتروج ليه. زي ما انت شايف دخلني على موقع فلوري داي واللي فيه رابط الافلييت بتاعي، ان اي حد لو اشترى من هنا ابدأ احقق ارباح. خلاص كده البوست بتاعنا اتنشر، ومجرد ما التفاعل بيظهر عليه احنا بنبدأ نحقق ارباح. طيب في كان نقطة اتكلمت عليها وهي اللي هي الكوليكشن، فبضغط على اللي هي الكوليكشن هنا وهسيبني من كل الكوليكشن الموجودة دي، وهضغط على كرييت نيو كوليكشن. هنا بتعمل اسم زي جروب او اسم مجموعة بتحط فيها البوستات الخاصة ببعضها، يعني انت بتروج مثلا للفاشونيستا او للفاشون، فممكن تكتب عنوان اسمه فاشون. وهنا الكوليكشن ديسكريبشن اللي هو الوصف او الكلمات الدلالية او الهاشتاج زي ما احنا شايفين، فاخدها من هنا. طبعا لازم تختار هاشتاجات قوية جدا، انا الكلام ده للمثال وليس الحصر. وبعد كده بضغط على سيف. دلوقتي انا هضيف البوست للكوليكشن اللي انا انشأته دلوقتي اللي هو اسمه فاشن، فهروح على ماي بوست من الايقونة بتاعت الحساب واضغط عليها، وانزل للبوست بتاعي اللي انا لسه نشره حالا دلوقتي، وبروح في هنا 3 ايقونات تحت زي ما انت شايف، اللي هنا الكومنت والشير والايقونة الثالثة دي اللي هي عبارة عن مربع دي، وبضغط عليها بيفتح لك هنا الكوليكشن اللي انت اخترته. انا متعلم هنا على ماي ستايل اللي احنا اخترناه في الاول، فهلغيه وحدد فاشن واللي هضيف فيها البوست ده. بعد ما اختار الكوليكشن بتاعي بضغط على دون، خلاص كده اتغير. زي ما احنا شايفين ده الرابط بتاع موقع الخاص بترويج رابط الافلييت بتاعي اللي المشترك فيه في ادميتات، ومجرد ما الضغط عليه او اي حد يضغط عليه بيروح زي ما قلت الى الموقع بتاعي، واللي مجرد ما يشتري انا احقق ارباح واخد العمولة بتاعتي. كده احنا جربنا نشر البوست اهو. طبعا ممكن تكرر العملية ديت مليون مرة على حسابك في موقع وي لاف ات، وممكن تقدر تزود متابعينك هنا زي ما قلنا، بنبحث هنا عن اللي انت الاهتمامات بتاعتك او المهتمة بالنيش بتاعك. بيجيب لي الناس دي، بروح على بوبيولار ايمج واختار مثلا بوست هنا قوي، او اضغط على اللايكات الناس اللي هي عامله لايك للبوست، وابدا اعمل لهم فولو عشان هم يعملوا لي فولو باك، و
يبدأوا يتابعوني ويتابعوا المنشورات أو البوستات بتاعتي. طبعا أنا بعمل دلوقتي عشوائي، ولكن الناس دي كلها مهتمة بالفاشن، وأنت كل ما تعرض بوستات قوية ومهتمة بالاهتمامات بتاعتهم أكيد هيتفاعلوا مع البوست بتاعك ويبدأوا يشتروا من العرض بتاعك أو يكملوا العرض بتاعك على حسب ما أنت ناشر البوست بتاعك، ومن هنا تبدأ يزيد معدل أرباحك. بكده يكون درس النهاردة خلص، ونكون شرحنا طريقة مجانية لترويج عروضك وروابط الأفلييت بتاعتك الخاصة مثلا بموقع أدميتاد أو أي عرض أنت بتروج ليه، ويساعدك أنك تحقق أرباحك عن طريق الموقع المجاني ده. ياريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو ده وتعمل مشاركة عشان الكل يستفيد، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي، وكمان فعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهات الربح من الانترنت بمجرد رفعها على القناة. وطبعا لو ليك اي استفسار ممكن تسيبه في كومنت اسفل الفيديو وهرد عليك في اقرب وقت ممكن ان شاء الله. وطبعا بنكون في انتظار ارائكم وكمان الموضوعات اللي عايزيننا نشرحها ليكم على القناة هنا. انتظرونا في فيديو جديد من فيديوهات الربح من الانترنت. كان معكم يوسف احمد من قناة اتعلم دوت نت، والى اللقاء.